السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي شرح جديد شفنا الرسالة ظهرنا على قنوات اليوتيوب في إعلان مهم: إذا كنت منشئ محتوى مقيما خارج الولايات المتحدة عليك الاستعداد لإرسال الضرائب معلومات الضرائب في أدسنس لضمان دقة الضرائب التي يحتمل أن يتم اقتطاعها من أرباحك. طيب، ده معنى الرسالة دي إيه، وإيه هي مجمل الرسالة، وليه عملوا كده؟ طيب تعالوا نشوف المفروض علينا هنعمل إيه، وهو سبب وضع الضرائب في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. زي ما انت شايفين هنا، قال لك في شهر يونيو 2021 هيبدأ نرسل معلومات للضرائب الخاصة بيك للولايات المتحدة وتزودهم بمعلومات قبل مايو 2021، لأنه هيتم اقتطاع على ما يصل 24% من إجمالي أرباحك. في مجمل الكلام ده، انك لو بتاخد فلوس من خارج الولايات المتحدة هيتم خصم 24% من أرباحك. ونفترض انك بتقبض خارج الولايات المتحدة مثلا 200 دولار، 200 دولار، انت هيتسحب منك 60 دولار، واللي هيبقى معاك 140 دولار. الضرايب ديت اللي حطتها جوجل ده في حالة انت لو ما قدمتش المعلومات قبل مايو 2021. هنا بقول لك يمكنك اتباع التعليمات الواردة أدناه لتقديم معلومات الضريبة المطلوبة في الولايات المتحدة لجوجل، وقد يطلب منك إعادة تقديم المعلومات الضريبة كل 3 سنوات. يعني كل 3 سنوات هيطلب منك انك تبعت الضريبة بتاعتك. طيب المفروض علينا نعمل ايه؟ قال لك هنا لو انت ما وفرتش معلومات في حلول 31 من مايو 2021، جوجل هتخصم منك 24% من اجمالي الارباح في جميع انحاء العالم. يعني خارج الولايات المتحده هتخصم 24% من اجمالي الارباح. فانت اللي عليك تعمل ايه؟ هتمشي تبع الخطوات اللي هو قال لك عليها هنا. هتخش الاول على الدفعات، بعد كده تدخل على اداره الاعدادات، وعلى عند الملف الشخصي هتعمل تعديل، هتلاقي فيه عندك معلومات الضرائب في الولايات المتحده، هتضغط على إدارة معلومات الضرائب، كل ده هتلاقيه موجود في الوصف أسفل الفيديو. بعد كده بتبعت النموذج المناسب للوضع الضريبي اللي هو مطالبينهم منك. بس خلي بالك، في حالة لو أنت ما قدمتش الطلب هيتخصم 24% من أرباحك زي ما احنا قلنا. لو أنت قدمت الطلب هيتراوح ما بين 0 ل 30% من خصم من أرباحك. قوانين جديدة بتحطها لنا جوجل أدسنس، بس هنفضل معاهم وهنعمل إيه؟ لازما كده. ولو في اي حاجة كلمني في الكومنت هرد عليك ان شاء الله، علشان نشوف القوانين الجديدة اللي حاططها لنا جوجل ادسنس. واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.